بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح نشرح طبعا محاضرة الشوك. طبعا هاي المحاضرة على كلية حمورابي، أوكي. تعتبر هي صراحة يعني شفتها أفضل كترتيب وكشرح، وما بيها كلام هواية. الفكرة الأساسية تلقاها موجودة عليها إن شاء الله، فننطلق عليها ونقول يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى الجنراليزد شوك، الشوك بصورة عامة يعني هي شنو يعني الشوك؟ الشوك إن الشخص يجيك شخص للمستشفى أو يجيك للطوارئ، إن نسبة الدم عنده شنو تكون؟ تكون قليلة، بحيث الأعضاء مال جسمه ما جاي تتغذى بكمية كافية من الدم. فإذا استمرت هاي الشوك عنده، يعني استمر هذا الدم القليل بجسمه، فإنه راح يؤدي لك إلى فشي مو خوش، اللي هو poor perfusion، اللي هو مثلا الكليات ما يوصلها دم كافي، ممكن يصير بيها kidney failure، كذلك ممكن يصير heart failure، كذلك ممكن يصير عندنا يعني ischemia، ممكن يصير عندنا infractions، جلطات، ممكن يؤدي إلى حدوث يعني عدة مشاكل خطرة في نحن في غنى عنها بسبب شنو؟ بسبب الشوك. كجنرالايز راح نحكي عن الشوك يعني بصورة عامة. هي أكيوت كونديشن، يعني حالة يعني تصير هيك فجأة بسبب حصول انديكيت بلود فلو ثرو ذا بدي، يعني عندك دم قليل موجود بالجسم. كاتاستروفيك فول ان ذا ارتيريال بلود، فيقول لك من يصير عندك نقصان كاتاستروفيك يعني كارثي في الارتيريال بلود بريشر، ارتيريال عفوا بلود بريشر، يعني الارتيريال يعني شريان وليس وريد، ركز، ضغط الدم يصير نقصان بي. اوكي، هو انت شنو عندك الضغط؟ مين يجي هسه هذا الضغط؟ خلينا نقول عليه بريشر. مين يجيك هذا الضغط؟ يجيك من البلود فلو. فاذا انت عندك، اذا عندك دم هواي هنا، فان الضغط شو راح يكون؟ الضغط البريشر عالي. زين، اذا عندك مثلا هنا دم قليل، البريشر شو راح يكون؟ يكون قليل. فهمنا تناسب طردي. فانت ما دام عندك البلود فلو قليل، معناها البلود بريشر شنو راح يكون؟ قليل. فالبلود بريشر، شوف البلود بريشر او المين ارتيريال بلود بريشر اذا نريد نحسبه، فهو حاصل ضرب الكاردياك اوتبوت في التوتال بريفرال ريزيستنس. احنا اصلا المشاكل ما الشوك اللي هسه راح ناخذها اكثر من نوع، انها تكون كنتيجه الى شنو؟ نتيجه نقصان الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت يعني شنو؟ يعني القلب ايش قد يطلع دم خلال دقيقه واحده. فطبعا الكاردياك اوتبوت هو جاي حاصل الهارت ريت في قيمه اخرى اللي هي هسه نكملها، ما اريد هسه احكيها. فالهارت ريت اللي هي عدد دقات القلب. المهم الشوك كان بي دو فول ان ذا كارديك اوتبوت، هاي تشوف قلت لك الشوك يصير بسبب نقصان الكارديك اوتبوت. يعني انت عندك هسه هذا قلب مثلا، مو هذا مثلا قلب قريبا هيك شويه رسمه، هذا مثلا عندك القلب، هاي هنا مقسم الى جزئين، فهنا عندك الابهر، هذا الابهر هو الدم يطلع بيه، هذا الدم يطلع ونسميه كارديك اوتبوت. اوكي، كارديك اوتبوت، فهاي قيمه الكارديك اوتبوت من تقل يصير عندنا شوك. اوكي، او ممكن تكون كنقصان للتوتال بريفرال ريزيستنس، اللي هي الريزيستنس انت من تجيك اذا الارتري مالتك يعني شلون نقول عريض، يعني ان الدايمتر قطره كبير، فان يعني معناها شنو؟ المساحه كبيره والمساحه تتناسب ويا الضغط تناسب شنو؟ طردي عكسي عكسي. فاذا المساحه كبيره الضغط راح يقل، واذا قل الضغط فان البلود بريشر شو راح يصير بيه؟ يقل، وراح نصير بحاله شوك. الكارديك اوتبوت اذا قل راح البلود بريشر راح يقل وراح يصير كارديك اوتبوت. فانت الكارديك اوتبوت الشوك هي جايت لك من شنو؟ جايت لك بقى شوف هي من اسمه الاكيوت اند كونديشن، قصدي الشوك جايه من شنو؟ من نقصان بالبلود فلو ونقصان بالبلود بريشر. فاذا البلود بريشر عندك قل كنتيجه لنقصان الكارديك اوتبوت او كنقصان التوتال بريفرال ريزيستنس، راح يصير عندي انا حاله الشوك. زين، الاسباب مالتها اكو او انواعها، اكو شوك شنو يسموها؟ كارديوجينيك شوك، اللي هي اسمه ثاني بامب فيلر. بين قوسين عندك هذا القلب ما جاي ضخ، يعني يجي دم، يجي من السوبرير فينا كيفا انفيرير فينا كيفا، جاي يجي له دم بس ما جاي ضخ، عنده مشكله مثلا صاير قبل بي جلطه قلبيه، فما يتجزء من هاي العضلات، فبالتالي هذا القلب ما جاي يضخ بصوره صحيحه، يعني يجي دم بس ما جاي يضخها. فمن ما جاي يضخها يعني نسبه الكارديك اوتبوت تكون شنو؟ قليله. واذا الكارديك اوتبوت قليله ايش راح يصير؟ البلود بريشر راح يكون قليل، واذا البلود راح يصير عندي شوك. الشوك شنو السبب الاساسي مالته؟ المشكله بالقلب. فمن المشكله بالقلب نسميها كارديوجينيك، شوف من كارديو يعني بسبب القلب.
المختصر مالتها، او اذا تقول لك كارديوجينيك شوك شنو السبب مالتها الرئيسي، تقول ان الفينتريكل اللي هو مال القلب ما جاي يسوي لي امتي بروبرلي، ما جاي يطلع الدم اللي بداخله، فمن ما يطلع الدم اللي بداخله نسميه كارديوجينيك. اكو نوع ثاني يسموه ميكانيكال، لا الدم جاي يجي كافي، الدم جاي يجيك ومتروس دم القلب، وكذلك الضخ مالته طبيعي العدل. المشكله وين تكون؟ المشكله بالفينتركل هم. يا ستار ايش بي ما جاي ينترس، هو احنا القلب تخيل هسه القلب من يريد يترس، مثلا هسه هذا هسه خلينا ناخذ هذا القلب الطبيعي، اذا يريد يترس نسميه فيل اللي هو اي شنو حجمه يكبر يترس حتى دم، واذا يريد يسوي امتي يصغر حجمه يعصر روح يعني يسوي كونتراكشن حتى يضخ الدم. فانت اذا عنده مشكله بالفيل يعني بالفيل، الفيل يعني ما جاي يترس، فنسميها ميكانيكال، بحيث اكو اشياء ما تخليه يترس وهسه راح نذكرها. اما الكارديوجينيك انه هو جاي المفروض بالامتي لازم يعصر روحه ويطلع الدم، بس ما جاي يعصر روحه بصوره صحيحه ويطلع الدم، فهاي نسميها كارديوجينيك شوك. فهسه عرفنا الكارديوجينيك انه مشكله بالبامبنج، ولهذا سميناه بامب فيلر، فشل بالبامب. والميكانيكال انه مشكله ما جاي يترس. واكو بعد نوع ثالث ورابع، رابع تالي راح نحكي، بس هسه الثالث الهايبوفوليوميك. الهايبوفوليوميك تقدر تاخذ فكره عنه انه شنو، واحد ضرب طلقه، واحد اندعم، واحد طاح من عماره، فيصير عنده نزيف نزيف نزيف، فكمية الدم شو راح يصير بيها إذا صار عنده نزيف نزيف؟ راح تقل كمية الدم، وإذا قل البلود فوليوم تونا حكيناها، إذا قل البلود فوليوم يعني البلود فلو، فراح يقل البلود برشر، إذا قل البلود برشر راح يصير عندي شوك. شنو السبب؟ هيك كان نقصان الدم، فشو نسميها هايبوفوليومك. أوكي، وهسه راح ناخذها واحدة واحدة. هسه نجي الكارديوجينيك اللي هي قلنا البامب فيلر، ما جاي يضخ يعني ما جاي يضخ، ما جاي يعصر روحه بحيث يطلع الدم، فهي مشكله بالقلب بسبب انه ما جاي يحافظ على الكارديك اوتبوت الطبيعيه، فشوف سميناها بامب فيلر. سبب اسبابها عنده مثلا عندك جلطه صايره قلبيه، وهاي الجلطه مثلا مفلش الليفت فينتريكل. الليفت فينتريكل اللي هو البطين الايسر، مو صح؟ هذا شنو يضخ الدم للابهر الى باقي اجزاء الجسم، فاذا صاير مايوكارديت فعنده شم خليه تكون ميته، فهاي الخلايا من راح تموت فما راح تضخ زين، واذا ما راح تضخ زين فراح يصير عندي بامب فيلر، والبامب فيلر راح تقلل الكارديك اوتبوت، وراح نرجع نفس القصه. اذا هاي شنو نوع الشوك؟ نسميها كارديوجينيك. او ممكن سبب ثاني ارثميه. ارثميه يعني القلب ما يدق بالصحيح، يعني هو القلب مو يسوي دب 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 دب، مرات يصير بيخربط يصير دب 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 دب، يعني يصير مشاكل مو صحيحه، مثلا عليها فينتريكل تيكي كيردي. احنا محاضره الشوك هاي جاي نحكيها كانك انت انسان قاري ترى الفسيولوجي وقاري الاناتومي، يعني ما معقول انت جاي تقرا شوك وما ضابط او ما تعرف تشريح القلب، او على الاقل الاشياء البسيطه بالفسيولوجي ما تعرفها. زين كذلك المشكله مال كارديوجينيك شوك ممكن تصير كنتيجه للورزنك اوف هارت فيلر. الهارت فيلر هو اصلا هارت فيلر يعني شنو، القلب ما جاي يدق بصوره صحيحه، فمن ما يدق بصوره صحيحه ايش راح يصير؟ الكاردييك اوتبوت تقل ويصير عندك الشوك. زين هاي الكاردييك اوتبوت قلت كنتيجه شنو؟ الهارت فيلر ما جاي يضخ عدل، ما جاي يضخ عدل، يعني شنو بامب، والبامب منه نسب تحته عنوان الكارديوجينيك شوك. بعد شنو؟ سنترال فينوس بريشر مي بي نورمال اور ريزد، يعني انت هسه انت مو عندك هنا هذا مثلا القلب اكو انفيرير وسوبرير فينا كيفن، مو صح؟ واكو الابهار من هنا، خلينا هنا بهاللون، هسه عندك هذا هنا السوبرير فينا كيفن وهذا انفيرير فينا كيفن، شنو يجيبن؟ هذا يجيب الدم وهذا يجيب دم، فالمهم فيجيبن الدم هنا ويجيبن هنا الدم، فشوف يقول لك اذا شنو اذا يعني من يزيد فراح كميه الدم تدخل داخل القلب راح تكون عاليه، بس القلب عنده مشكله بالبامب، هو الكارديوجينيك ما جاي يسوي بامب، فالدم راح يتكون هنا شلون نقول كميته كلش هو داخل القلب بس ما جاي يضخها، كميه الضخ الكارديك اوتبوت قليله، فمعناها الدم جاي يروح للجسم قليل، فمعناها الكليه ما جاي تحصل دم كافي، العقل ما جاي يحصل دم كافي، الرئات الى اخره، فشنو نسميه من الجسم ما يحصل دم كافي؟ نسميه poorly perfused. شنو ممكن يؤدي؟ ممكن يؤدي coronary arteries، يعني عندك تصير مشاكل بالأوردة التاجية. الأوردة التاجية شنو؟ تحيط بالقلب. هسه أريد أربط وياك القلب ليش صارت عندها هاي المشكلة الكارديوجينيك شوك؟ قلنا عدة أسباب، أحدها إذا صارت جلطة، فتخيل أنت عندك هسه مثلا جلطة بهذا المكان فقط زين، وما جاي يصير بامب وعندك كارديوجينيك شوك، راح تؤدي إلى حصول مرة ثانية أم آي، فتخيل الأم آي راح تكبر أكثر فراح تسوء الحالة، فهاي السوء مال الحالة شو نسميها؟ exacerbations.
يعني ساءت الحال. الكدني هم ما تحصل دم، فكمية البول راح تنتجها تكون قليل، فش نسميها أليجيوريا. وكذلك ممكن تتطور الكلية إلى أكيوت رينال فيلر، يعني شوف توصل إلى حالة الفشل الكدني. مرة ثانية بس أكتب لك إياه، شوف هسه حاليا إذا هنا مختصر جاي لك الكارديوجينيك تأثر على يمن على الكارديك أوتبوت، إذا قل كارديك يقل بلود برشر وندخل بحالة الشوك. بالنسبة لهاي كارديك أوتبوت مثلا قلت لك هي حاصل ضرب الهارت ريت في الستروك فوليوم. ستروك فوليوم يعني كل ضربة بالقلب، مو بالدقيقة لا، كل ضربة تشوف القلب يسوي دب دب دب، هاي الدب الوحدة ايش قد الذب دم، هي هاي قيمتها اوكي، هي يسموها ستروك فوليوم. هسه خلصنا النوع الاول من الكارديوجينيك شوك. النوع الثاني من الكارديوجينيك شوك اللي يسمونه العفو، النوع الثاني من الشوك نسميه ميكانيكال شوك، اللي هو هذا قلت لك شنو، ما جاي يترس عدل القلب، شنو ما جاي يترس عدل هذا القلب، ما جاي يترس عدل يعني الترس غلط مالته. هسه اذا اجيب لك فكره، هسه راح ناخذ مثال معين. انت عندك مثلا هسه هذا القلب، وشنو محيط بالقلب؟ اكو محيط باللي يسموه البيريكارديوم، فهذا مرات يصير بيه سوائل هواي. تخيل هاي سوائل 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 سوائل، صارت كل السوائل عندك هواي، وهذا الهارت اوكي. فالهارت من يريد يوسع روحه هيك، يعني من يريد يوسع روحه دقيقة شلون بالله، فالقلب مثلا من يريد يوسع روحه يعني الجزء مالته يكبر. دقيقة هذا شنو هذا، ليش مو صح هسه هذا القلب مو صح، خلينا نرسمه بهالطريقة. وهاي هنا عندك كمية الدم هنا موجودة هواي كمية الدم، فهذا القلب فرضا يجي يريد يكبر المساحة مالته، يعني حتى يسوي يترس، ومن يترس لازم يكبر حجمه، مثل نفخة جاي تترسه، فانت هاي النفخة من جاي تريد تترسه، اذا تريد تترسها فلازم يزيد مساحته، فمن يزيد مساحته اللهم طول شر روح هذا شبيه، فمن يريد يكبر مساحته هنا اكو هنا بحايه جاي يكظ بيها، منو جاي يكظه، ما جاي يخلي، المفروض هو يتوسع بس ما جاي يقدر بسبب شنو، هذا السوائل، هاي السوائل اللي يسموها كاردييك تامبونيت اوكي. فهنا عندك سوائل كافيه ما تخلي بحايه سوي يريد يترس دم، ها هلقد هلقد وكافي انه بيرجع يضخ مره ثانيه، وهلقد قليل ويرجع يضخ مره ثانيه، المفروض هو ياخذ مساحة أكبر بس ما جاي يقدر يترس. فهاي عملية الترس قليل، يعني الماء كأنه أنت هسه نفاخة ترستها ماء قليل، فمن تضغطها هسه الماء راح يطلع من عندها قليل لهواي، أكيد راح يطلع قليل، يعني الماء راح يطلع منها قصدي كارديك أوتبوت، فالكارديك أوتبوت راح تكون قليلة. زين راح ندخل بحالة الشوك، هسه أريد نقسمها، صارت شوك ليش؟ كنتيجة شنو السبب الرئيسي؟ كانت إنه ما جاي يقدر يسوي فيلينج، فما يقدر يسوي فيلينج نسميها ميكانيكال. النوع اللي هو كارديك تمبونيت، شوف قلت لك اكو سوائل تصير بالبريكارديال سبيس، هذا يسموه بريكارديوم، وبين المساحه ما بين القلب وبينها نسميه بريكارديال سبيس، فما نقدر نسوي فيلنج للهارت، وبالتالي تكون الترس يكون قليل، فالاندستوليك فوليوم اللي هو كميه الدم اللي ينترس قبل لا يصير كونتراكشن تكون قليله، وهذا ياثر على جهه اليسار واليمين من القلب، الليفت فينتريكل يعني الليفت هارت والرايت هارت. فهنا عندك انت سوبريور فينا كيف وانفيريور فينا كيف، ذن زين جاي يجيب لك سوائل، جاي يجيب دم، زين هاي الدم جاي يصير هنا كميته كلش كبيره، هذا المفروض هم يوسع روحه، سمو جاي نقول المفروض القلب شي يسوي يوسع روحه حتى هاي يستوعب هاي الكميه، بس ما جاي يقدر يستوعب هاي الكميه بسبب هاي الكارديك تمبنيت، فبالتالي الدم راح يطلع شنو قليل، فالكارديك اوتبوت شنو راح تكون قليله، وبالتالي يصير عندي شوك بسبب الميكانيكال شوك بسبب الكارديك تمبنيت اوكي. وهاي شوفها مره ثانيه يقول لك السبب مالته نقص نقص الكارديك اوتبوت، بعد شوي راح يكمل السبب الثاني. هسه حكينا مثلا كارديك تمبنيت مثلا هذا اللي يحيط بالقلب، مرات اكو مثلا لارج بولمونري امبوليزم، هنا هسه مثلا اذا ناخذ مثلا فرضا عندك هسه انت هذا القلب، هسه عندك مثلا هذا القلب، هذا القلب بي مثلا الجهه اليسار جهه اليمين هاي جهه اليمين اوكي الرايت وهاي جهه الليفت، فهنا هسه يريد يضخ دم او سوائل القلب، يعني يضخ سوائل من الرايت فينتريكل يوديها المن للرئات اوكي، هاي مثلا الرئه الاولى وهاي مثلا الرئه الثانيه، فالمهم هو جاي يوزع بيناتهم، فمن يوزع مثلا افرض اكو هنا قبل أن افرض هسه ود الدم صار بي اكسده، فهسه يرجع مره ثانيه وين يرجع الدم مره ثانيه المن الى اللف يعني الليفت اتريوم والليفت فينتريكل الجهه اليسار مال القلب. افرض عندي انا فد امبوليزم هنا صايره، يعني ساده الدرب،
فهسه انت هنا اكل هذا دم 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 هنا بالرايت فنتركل. فهنا هسه انت ما تريد تدفع الدم يروح للرئات مثلا، هذا هنا الامبوليزم كبير اكو ساد الطريق ما يقدر يروح مثلا. ومثلا هنا اكو واحد اشوف هنا قوه قليل كميه قليله تروح، وهنا كميه قليله تروح، ايش راح يصير؟ خلينا نقرا ايش راح يصير. فشوف يقول لك مثلا تصير لك ارتري كبير، فالرايت فنتركل ما راح يقدر يسوي ضخ للدم، يعني الدم يريد يضخه ما يقدر يضخه لان ساده الدرب هي. فالبولمونري ارتري بريشر راح شنو يكون عالي، يعني هنا ليش يعني تزداد ريسيستنس، يعني جاي يضخ 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 قوي بس ما جاي يصعد. فالضغط وش يصير؟ كانه انت تخيل انت سادين عليك الباب وجاي تدفع بالباب، الدفع الضغط على الباب راح يكون كلش قوي، فبالتالي هنا نفس الفكره. فبالتالي الكمية الدم اللي جاي توصل هنا قلت لك شنو قليلة، فالكمية الدم راح ترجع للليفت فينتركل هم قليلة صح؟ صح. فعملية الفيلينج هم راح تكون قليلة لأن هو ترس قليل هنا هالمرة، ترس قليل نفس الفكرة. فرجعنا الترس صارت بيه مشكلة، أن الترس قليل، ترس القلب صار بيه دم قليل، فمن راح يضخ الكارديك أوتبوت هم راح تكون قليلة. فترجع تسأل هل المشكلة كانت بالقلب؟ لا ما كانت بالقلب، كانت المشكلة شنو؟ بسبب البولمونري إمبوليزم اللي خلت الدم يكون قليل. فشنو هذا تحت عنوان شنو نسميه؟ نسميه تحت عنوان الميكانيكال شوك. هنا بعد يكمل مثلا يقول لك ليفت أتريال بريشر اللي هو هذا الجزء هم يكون ضغط قليل، ليش؟ لأن الدم بي قليل فضغط قليل. الأتريال بلود بريشر اللي قصده الأورت الأبهر هم راح يكون قليل لأن دمه قليل، فيصير عندنا شوك. شنو يحس هذا الشخص اللي عنده بولمونري امبوليزم؟ عنده تشيست بين وديسنيا، ديسنيا صعوبة بالتنفس، وتشيست بين انه تكون يعني ألم بالقلب. وهم نرجع سببها شنو؟ كارديك اوتبوت. الهايبوفوليميك اللي هو قلنا عليه شنو؟ هذا شخص مثلا عنده عام، المهم جاي ينزف، شخص عنده نزيف، فهذا الشخص راح تكون عنده البلود فوليوم تكون قليلة، فالسبب مالته يكون هيمرج نزيف. يقول لك اذا خسر الانسان من كامل دم مثلا نقول 100، ف 20% خسر من عنده، يعني تقريبا خسر 20 بقى 80 عنده، فما يصير عنده شوك. بس اذا وصلت نسبه تقريبا سيفير اللي هي تقريبا مثلا نقول 40%، فهنا هذا الجسم راح يدخل بحاله شوك، وبالتالي عنده بلود لوز، وبالتالي يصير عنده هايبوفوليميك شوك. فكذلك شنو الاسباب مالتها؟ كل وحده احنا ذكرنا اسبابها. الاسباب مال هايبوفوليميك مثلا سيفير بيرنز، يعني عنده تكون حروق، شخص يحترق يعني لا سمح الله يكفيكم الشر، فهاي من يحترق راح يفقد هواي سوائل بالنزيف. سيفير داريا يعني عنده اسهال شديد فدائما يخسر سوائل، فهم يصير عنده هايبوفوليميك. فوميتك دائما يزوع 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 فهم يخسر سوائل، فاي خساره بالسوائل نسميه هايبوفوليميك شوك. او لوز اوف صوديوم ووتر، الكليه مو يدخلها صوديوم ووتر فهي ما تسحب الصوديوم، تخلي طرد طرد طرد، فجاي نخسر بصوره مستمره، فراح يؤدي لي اذا حاله هم هايبوفوليميك شوك. شوي راح نسولف على الهيمورج اللي هو النزيف. انت هسه عندك مثلا هذا، هم نرجع نفس القصه، هذا مثلا عندك القلب، وهنا عندك منه السوبرير فينا كيفا، وهنا انفيرا فينا كيفا، وهنا هسه قسمناه هذا يسرى ويمنى. انت الهايبوفوليميك يعني شنو الدم اللي عندك هنا، شنو البلود فوليوم شنو يكون قليل، فالدم الجاي يوصل هنا شنو قليل قليل قليل، فيوصل للرايت اتريوم قليل، هذا قليل هذا قليل. فشو ايش راح يصير بالله اذا يوصل قليل؟ شوف يقول لك الفينس بريشر اللي هو مال هاي الفينات يكون قليل، ليش؟ لان دم قليل، ف بالتالي الدم راح يدخل قليل، يروح للرئات القليل، ويرجع مره ثانيه للليفت فنتركل هم قليل، فالكارديك اوتبوت شنو راح تكون قليله. فاذا تجي تسال تعرف شوك بسبب كارديك اوتبوت قليله، زين شنو السبب الرئيسي كان مالته؟ السبب الرئيسي تقول لك كان مالته انه هو عنده نزيف، اي انه عنده الفينس ريتورن او الفينس بيدم قليل بسبب النزيف، فراح يصير عنده كارديك اوتبوت يقل، وبالتالي الكارديك اوتبوت راح تقل، الاتريات هم تكون قليل ضغط ما بيها دم. بس هنا أقول لك أكو حالة الجسم راح يحاول يتلاحق الروحة، الجسم بس يلاحظ البلود بريشر أو البلود فوليوم بلود بريشر قليل، إيش راح يسوي؟ راح يتحسس البارو ريسبترز، البارو ريسبترز راح يشغل السمباثيتك سيستم اللي هو هذا نعرفه إحنا شو يسوي، اللي هو فايت أند فلايت، يسرع دقات القلب. إذا أكو فيزلز مثلا هيجي مساحتهن كبيرة راح يحاول يسوي فازو كونستركشن حتى المساحة تكون قليلة، وإذا المساحة قليلة الضغط راح يصعد، فنحاول نصعد الضغط، هاي يسموها كومبنسيتوري ريسبونس. وبالتالي هم ايضا بعد شي يسوي سمباثيتك، يزيد تاكيكارديا، يزيد دقات القلب، فازو كونستركشن هاي تعلمناها اوكي. ونفس القصه سبب الهايبوفوليميك ان الكارديك اوتبوت قليله. بعد شوي يريد هنا يقول انترنال ترانسفيوجن، احنا هنا مو قلنا يسوي كونستركشن، هسه عندك فوليوم فصار بي كونستركشن، فهاي الكونستركشن ايش راح يسوي؟ معناها البلود فلو خلالها راح يكون قليل، فالهايدروستاتيك ضغط الهايدروستاتيك شنو يكون قليل. اريدك تتذكر لي الهيدروستاتيك شنو هو؟ اسميه الطارد، بس يزيد يطرد الاشياء الى الخارج.
يطرد السوائل الى الخارج. بس هسه هو قل بسبب نقصان الدم، ما دام هو قليل الهيدروستات قليل، فشنو السوائل ما راح تنطرد الى الخارج، وانما السوائل راح تبدي تدخل الى داخل الفيزون، فمن تدخل راح تحاول ترجع كميه الدم يعني الى المستوى الطبيعي، فنحاول نعالج المشكله هاي بما ان انترنال ترانسفيوجن. فمثل ما قلت لك شوف من تزيد الريسيستنس، تزيد الريسيستنس يعني قللت المساحه يعني جنس الفاسو كونستراكشن، راح يزداد الهيدروستاتيك بريشر، فيقول نت موفمنت اوف فلويد انتو كابيلاريز، فيعني كان نتيجه نهائيه الدم راح يدخل نحو الكابيلاريز، شوف انتو كابيلاريز. بعد شوي يريد يحكي عن الهايبو فوليومك شوك، شو يقول عليها اللي هي فازو كونستراكشن. ها فيقول لك انت من شغلنا سمباثيتك مسوينا فازو كونستراكشن يعني دم قليل جاي يوصل، فمثلا اذا عندك هاي خليه دم جاي يوصلها شنو قليل، فإذا أي خلية وصلها دم قليل راح يصير بها دامج يعني نكروسيس بسبب الهايبوكسية. فش راح يصير بس يصير بها هايبوكسية كأنه راح يصير إنفلاميشن، الإنفلاميشن يفرز عدة مواد نسميها شنو السيتوكاينز، أوكي مثلا السيتوكاينز، هاي السيتوكاينز شو تسوي؟ تنطي أمر للفيزلز تقلها توسعي حتى الدم شنو الواصل الدم تريده اللي يوصل للخلية هواي. فهنا جاي عاكس، احنا شنو بالطبيعي قلنا الهايبوفوليوميك ايش راح يشتغل الباروسبتر، راح يشتغل السمباثيتك. السمباثيتك اذا عندك مثلا هسه انت فد فيزل معين، هذا فيزل السمباثيتك شو يسوي له؟ يضيقه. زين اذا اجى الباروسبتر العفو يعني هو الباروسبتر راح يشغل السمباثيتك يضيقه، بس بالنهايه ايش راح يصير؟ عندك مثلا خليه هنا خطيه مالتها راح يوصل لها يعني يصير بيها دامج نيكروسيس ما جاي يوصلها دم كافي، فش راح تفرز؟ راح تفرز سايتوكاينز. السايتوكاينز شو راح تسوي؟ تجيب هذا الفيزل وتوسع حتى الدم الواصل اكثر الى الخليه فتصير سعيده. اي عجب فكره مالتها. بعد شنو عندنا؟ من يصير فازو دايليشن يعني زادت المساحه، فالضغط شو راح يصير بيه؟ توتال بلد بريشر راح يقل، فالبلود بريشر يقل، وراح نرجع نفس المشكله، راح يصير ماكو وصول الى الدم، وراح يصير عندي فيلر، وراح يصير عندي مشكله. فهنا ركز دي هايبوفوليوميك صار بيها تاثيرين كارديك اوتبوت، هنا صار بيها تاثير على التوتال بلد ريزيستنس. شخص اذا عنده هايبوفوليوميك عنده نزيفه وايد بالدم، شنو الساينز والسيمبتومز مالته؟ تاكي كارديا شوف دقات قلبه سريعه بسبب تفاعل السمباثيتك، ويك بولس بسبب انه صار احنا بالنهايه مو قلنا راح يصير فازو دايليشن وهاي السوالف، فقوة تحس بالبولس. البيل سكن بسبب ان الدم الواصل للجلد او اي هو قليل فيصير بيل شاحب، والاكستريميز يعني ايدينا ورجلينا تلزمين يصيرن باردات لان دم بهن قليل. نجي الى اخر نوع من الشوك يسموها ديستربيوتيف شوك. شنو هاي سببها؟ هاي سببها ان مثلا اكو انسان صارت عنده توكسينز، عنده بكتيريا فرزت توكسينز، هاي التوكسين شو تسوي؟ هاي ما لها علاقه بالكارديك اوتبوت، صرنا ساعه نحكي احنا بالكارديك اوتبوت ونقول تقل، هاي التوكسينز ما لها علاقه بها، هاي هنا ما لها علاقه، شنو شغلتها؟ تكظ الفيزل وتوسعه، وين ما تكظ الفيزل توسعه. هذا بسبب سبب اول، سبب ثاني اكو انفلاتيك شوك، هسه راح نحكي هاي عوفه بحده. فهذا ديستربيوتيف يشتغل عليه من على الريسيستنس، يعني يشتغل على التوتال بريفرنس يسوي له فازو دايليشن. فمن يصير فازو دايليشن معناه الضغط راح يقل، والضغط اذا اقل يعني بلود فوليوم قليل، يعني عندي الكارديك اوتبوت قليل. شوف اقرا عدل، البروفون بيريفر راح يصير فازو دايليشن، فازو دايليشن بالجسم ها اتوسع، فكميه الدم راح تمشي هنا شنو اكيد هواي، يعني زيت الدم كان ابو النص صار مثلا ابو 3 4، فكمية الدم راح توصل أكثر، فبالتالي الفوليوم مش راح توصل تزداد وتقل، راح تزداد. فتركز إن الديستربيوتيف يؤدي إلى زيادة الفوليوم ويسوي فازو دايليشن. شنو أسبابه؟ كل واحدة هسه إحنا جينا ناخذ أسباب اثنين، توكسيك شوك وإنفلتيك شوك. التوكسيك اللي هو التسمم، اللي هو مثلا سبتسيمي، تسمم الدم وصلت بكتيريا، أوكي؟ فهاي البكتيريا تفرز مواد تسوي فازو دايليشن. فمن تصير فازوديليشن المساحة شنو راح تزداد؟ الضغط ايش بيه؟ راح يقل، وهاي شوف راح يقل الضغط جاي يقلك فوق، وبالتالي يقل ضغط الارتيريا، وبالتالي اذا قل راح يقل البيرفيوجن الى الاعضاء، وبالتالي ممكن يموت. also capillaries become leaky، كذلك هسه احنا مو توسعها كذلك بنفس الوقت تسويها ليكي. ليكي شنو يعني؟ هذا السم يكظهن ويسوي هيك فراغات بيناتهم، هاي الفراغات راح تؤدي الى شيء معين ان المحتويات راح تبدي تطلع. فالمحتويات من يعني الدم راح يبدي يطلع، فش راح يصير بالبلود فوليوم كنتيجه نهائيه؟ راح يقل. ف
فرجعنا نفس القصة، البلود فوليوم قل، فإذا الكارديو كاوتبوت شنو راح تقل، فالبلود بريشر شنو راح يقل، فراح يصير عندي شوك. شنو السبب مالته؟ السبب مالته بسبب هذا التوكسينز. زين التوكسينز تابعة لمن؟ إلاستيك شوك اللي هي ديستريبيوتيف شوك. بعد هسه احنا قلنا شنو هي السيفاز داريشن، فراح يقل الضغط. منو يتحسس له؟ يتحسس البارورسبتر. هرحم نفس القصة، راح يفعل لك السمباثيتك، فيصير عندك فازو كونستركشن، وكذلك الفازو كونستركشن مو هسه احنا قل الضغط، فانت هسه حاليا من صار عندك تسمم، هذا زاد قطرة، اوكي زاد القطر، من زاد القطر راح الدم بالنهاية، قلنا بالنهاية راح يقل، فش راح يشتغل السمباثيتك؟ السمباثيتك شو راح يسوي؟ يحاول يقلل القطر، يعني يسوي فازو كونستركشن. المشكله وين؟ المشكله ان السمباثيتك ايش قد ما يحاول ما يقدر يتغلب على السموم مال البكتيريا اللي هي شو يسوون؟ يسوون فازو دايليشن السيتوكاينز، فبالتالي السمباثيتك كانه ما راح يستفاد من عنده شيء، وراح يستمر عمل الفازو دايليترز، وبالتالي راح نبقى بحاله ان الفازو دايليشن. فالهارت ريت والستروك فوليوم، فالقلب راح يضل يدق اسرع، الستروك فوليوم حتى يتلاحق على الوضعين. شنو ساينز وسيمبتومز مالتك؟ تاكي كارديا وسترونج بولس. شوف هذا بالضبط عكس الشوك اللي قبلها ذكرناها اللي هي كانت هايبوفوليوميك، قلنا عليها تكون سترونج بولس، اللي شنو تكون لا ويك بولس، اوكي. وكذلك هنا عندنا ريد اكستريميز، يعني ايدينا ورجلينا تشوفها حمر وحار او دافئ وارم، ليش؟ لان اكو فازودايليشن، فمن انت كانه زيدت في الدم كميه كلش هواي راح يوصل فيكون دافئ. بالنسبه للانفلتيك شوك اللي هو السبب الثاني المسببات للديستريبيوتيف شوك، هذا شنو؟ هذا معناها الانسان عنده حساسيه، يصير عنده فد حساسيه الى مكون معين. اي حساسيه بالجسم تفرز لك هيستامين، هذا الهيستامين هو حرفيا فازودايليشن، هم راح يرجع نفس الشيء، راح يؤدي الى زياده القطر، فكميه الدم راح تتحرك ايش قد؟ راح تزداد. زين منو يفرز الهيستامين؟ يفرز مثلا ماست سيلز، واكو بعد عده مواد تفرزه. فالمهم هذا الهيستامين راح يصير فازودايليشن، والتوتال بريفرال ريزيستنس راح تقل، فبالتالي يقل البريشر، هم يزداد السمباثيتك، بس ما راح يقدر يتلاحق، يعني يشتغل السمباثيك يحاول يقللها، بس عندك الهيستامين اقوى فيبقى فازودايليشن يعني متوسع، فكذلك ما راح يوصل دم كافي وتقل الكارديك اوتبوت وتؤدي الى عده عوامل. بس هنا ضايف لك ملاحظه، هاي الميديترز مثل الهيستامين هو صحيح يسوي فازو دايليشن، بس للقصبات الهوائيه شو يسوي؟ يسوي فازو برونكو كونستركشن، يضيقها، فالمريض اللي عنده انفلتيك شوك يكون ديفيكولتي بريثينج، قوه يتنفس، فشوف ديفيكولتي بريثينج وكولابس يعني هيك تعبان، ورابط هارت بيت دقاسر قلبه سريعه وسترونج بولز وريد وورم اكستريميت، نفس الشيء اللي قلناها من السبتك. هنا شو يكون هاي مهددة بالحياة، فلهذا لازم ننطي أدرينالين. أدرينالين رأسه تاني يسوي فازو كونستركشن، اللي هو عكس الحالة كانت فازو دايليشن، يسوي فازو كونستركشن عن طريق ألفا 1 أدرينو ريسبتر، ونعالج المشكلة. شوف هذا هو هذا الدول. ملخص سريع، الشوك قلنا عليها عندنا هنا أكو يأثر على الكارديك أوتبوت، وأكو يأثر على التوتال بريفرال ريسيستنس. من النذن اللي يقلل الكارديك أوتبوت؟ الميكانيكال شوك اللي هي قلنا مثلا الكارديك تامبونيت، اللي هنا قلنا شنو سببه؟ ما جاي يترس عدل، وقلنا اكو كارديوجينيك انه ما جاي يضخ عدل، واسبابها ام اي وهارت فيلر تقلل الهارت الكارديو كاوتبوت، وقلنا عندنا هايبوفوليميك يعني دم خليل بسبب هيمرج او حروق، وحتى الانفلتيك اللي هي والسبسيس اللي سبب ديستربتيف شوك هم تقلل لك الكارديو كاوتبوت، وكذلك تقلل لك التوتال بريفرال ريزيستنس. ليش؟ لان يسوي فازو دايليشن. هذول الاثنين من يقلل، يعني هو اصلا بلود بريشر يساوي كارديو كاوتبوت مضروب في شنو؟ توتال بريفرال ريزيستنس، فهذا قل هذا قل هذا هم راح يقل، فكمية الدم راح توصل للأنسجة قليلة، وبالتالي يؤدي إلى فشل عدة أعضاء. اللي يشوف هذا القانون كاتب لك إياه، تمام. الهايبرتنشن هو ارتفاع الضغط بصورة مستمرة، أوكي، ارتفاع الضغط مال جسم الإنسان بصورة مرتفع مستمرة. هايبرتنشن معناه شنو؟ معناه عنده صاير تضيق بالشرايين، فانكريز ارتيريال بريشر، أوكي. نفس القانون كيس بلود بريشر اللي هو كارديك اوتبوت في توتال بريفرال ريزيستنس، الكارديك اوتبوت هو جاي من حاصل هارت ريت في ستروك فوليوم، يعني كل ساعه يذكرك بشي قانون. فاحنا حتى نحافظ، يقول لك الجسم حتى يحافظ على ان البلود بريشر ضمن المستوى الطبيعي، فانه يتعامل ويا الكدني، اللي هي الكدني شو تسوي؟ تحاول اذا اكو واي سوائل بالجسم تطرد بوله واي فتقلل سوائل الجسم، واذا اكو سوائل قليله بالجسم فشنو شي يجيها تسحبه وترجع للدم، فهي تحاول ترفعه. الهارت يحافظ على الكارديك اوتبوت بحيث يدق اسرع، اذا قل الدم فيظل يدق اسرع فيزيد الكارديك اوتبوت، وكذلك الكونتراكشن مالته. والتوتال بريفرال ريزيستنس مال الفيزلز، الفيزلز اذا قل الضغط
إذا قل الضغط الضغط قل يعني معناها شنو الارتريز يعني عندك فازوديليشن فهنا شي يسوون فازو كونستركشن بحيث يقلل المساحة إذا قل المساحة يزيد الضغط يعني شوف علاقة عكسية زين consequences of hypertension إذا شخص عنده hypertension بصورة مستمرة فراح ممكن يؤدي إلى left ventricular hypertrophy وشنو مثلا عندك هسه هاي inferior vena cava وهذا عندك القلب فعندك هذا مقسم فانت هنا الدم عندك قوي دائما جاي يرجع كلش قوي يروح للرئات ويرجع كل الدم يصب هنا بصوره مستمره فهنا ضغط مستمر على المنو الليفت فنتركل هذا الضغط المستمر على الليفت فنتركل راح يتعب فبالتالي بده يكبر حجمه يسموها فنتركل هايبرتروفي وفنتركل هايبرتروفي اذا استمرت ممكن تؤدي لك الى حصول هارت فيلر الهارت فيلر بجهه يمين وجهه يسار هو يصير بوين جهه اليسار ليش لان عندك ليفت هايبرتروفي كذلك ممكن شنو اكو مشاكل على مستوى الارتريز مثلا الاوعيه التاجيه اللي تحيط بالقلب ممكن يصير مايوكارديال انفراكشن ممكن يصير انجينا ممكن يصير عندك جلطه دماغيه بسبب الهايبرتنشن ممكن يصير عندك رينال فاسكولار يعني الدم الواصل للكدني يكون قليل وبالتالي يصير عندك كدني فيلر الرتينا ممكن يزداد الضغط عندك بالرتينا الشبكيه مال العين وتفقد البصر الأورتل اللي هو الأبهر إذا ضغط مستمر دائما عنده فمثلا تخيل أنت هذا الأبهر إذا ضغط مستمر عنده إيش راح يصير في ذي التقاعد هذا شو نسميه أنيوريزم وهي حالة خطرة أوكي زين شلون أعالجه أكو أشياء مو أدوية يعني أقول له اخسر وزن تمرن قلل الأملاح اللي تاكلها أكل خضروات أكل فواكه أما الأدوية أنطي دايرتكس دايرتكس هو شنو الهايبرتنشن يعني عندك دم هواي بالجسم فأنطي دايرتكس بحيث أقلل الدم يعني أقلل السوائل في التبول يزيد فازو دايليترز هو الهايبرتنشن بسبب أن الفزل قل مضيق القطر مالته فأنطي فازو دايليترز يوسع عن القطر AC inhibitors هذن شنو إلهن علاقة بتفعيل النظام الراس سيستم هذا شنو شغلته يرفع الضغط اللي هو يؤدي لك إلى هايبرتنشن فأنا شنو أجيب inhibitors بحيث أوقف هذا النظام فبعد ماكو هايبرتنشن وهذا الأربس نفس السالفة والبيتا بلوكرز بحيث أقلل من دقات القلب يعني هو أنت القلب من يدق سريع سريع فيصير عندك هايبرتنشن فالبيتا بلوكرز يقلل من دقات القلب فنعالج حالة الهايبرتنشن أتمنى كانت المحاضرة واضحة مفهومة إن شاء الله أتمنى التوفيق لكم إن شاء الله مع السلامة طلاب.